بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في برنامج اليوم ضمن برنامجنا في إدارة نظام إدارة الجودة والـ ISO 9001-2015. اليوم حنشوف مع بعض كلوز 8 اللي هو البند 8 Operations التشغيل، والبند التشغيل يشمل الـ Operational Include Operational Planning and Control، تخطيط وضبط التشغيل. والتشغيل هي من العمليات المهمة والسياسات المهمة لا بد من وضع معايير وأسس لضبط التشغيل. فهنا يجب على المنظمة أنها تضع أسس وتخطط وتنفذ هذه العمليات الخاصة بالنظم الوردت في هذه السياسات. إذن Organization shall plan, implement and control the process as outlined in the four needed to meet requirement for the provision of the product and services and implement the action determined 6.1 by. لا بد من المنظمة تخطط وتنفذ كل العمليات وتضبط العمليات كما هو موضح في بند 4.4 وكل العمليات الضرورية لكي تتوافق مع متطلبات المنتجات والخدمات، وبالتالي تنفيذ الإجراءات المحددة والإجراءات المنفذة أو الإجراءات المقصودة في بند 6.1 من خلال اللي هو تحديد المتطلبات للمنتجات والخدمات اللي هو الـ A determine requirement for the product and services، نحدد كل المتطلبات الخاصة بالمنتج والخدمة. كذلك نضع معايير establishing criteria for the process، نضع معايير للعمليات البروسيس بتاعنا للانبوت والاوتبوت والاكتيفيتيز. 2 acceptance of the product and services، قبول المنتجات والخدمات. لكي نقبل هذه المنتجات والخدمات لابد ان تكون هنالك معايير لضبط مواصفات هذه المنتجات والخدمات. كذلك تحديد determine the resource needed to achieve conformity to the product and services requirement، برضو دايرين نحدد الموارد اللازمة اللي احنا محتاجين لها على اساس انه نطابق هذه المنتجات، اذا كان موارد بشرية او موارد غير بشرية لكي نطابق هذه المنتجات والخدمات. دي implementing control of the process in the accordance with the criteria، نحدد برضو ننفذ نظام بتاع مراقبة لكل العمليات طبقا لما ورد في المواصفة طبقا للمعايير المحددة. كذلك determine maintaining and retaining documented information to the extent necessary، برضو دايرين يعني ننفذ نظام بتاع او نحدد ونحافظ على او نحتفظ بالمعلومات الموثقة لهذه البنود وهذه الاجراءات والسياسات، وبالتالي تحديد والحفاظ والاحتفاظ بمعلومات موثقة اللي هي documented information. و لكي نحتفظ بهذه المعلومات لابد أن تكون هنالك نظام لحفظ واسترجاع وضبط هذه السجلات، وبالتالي بالقدر اللازم نتأكد من أن العمليات نفذت كما هو مخطط لها to demonstrate the conformity of the product and services to their requirement، وبالتالي إثبات المطابقة للمنتجات والخدمات. مخرجات التخطيط يجب أن تكون مناسبة لعمليات التشغيل بالمنظمة. Output of this planning shall suitable of the organization operation. The organization shall control planned change and review the consequence of the intended change and taking action mitigate any adverse and effect as necessary. The organization shall ensure that outsourced process and the control it. هنا لابد من المنظمة تتحكم في كل التغيرات changes وبالتالي الآثار الخاصة بالتغيرات حصلت، وبالتالي التغيرات اللي غير مقصودة مع اتخاذ الإجراءات، هنالك إجراءات تكون غير مقصودة أو بالخطأ أو هنالك تجاوزات أو انحرافات، فلابد من اتخاذ الإجراءات اللي بتخفف من كل الآثار السلبية والأخطاء والتجاوزات دي، وبالتالي نتأكد من أن المنظمة تم فيها ضبط كل الأشياء الخاصة بتقديم الخدمات والمنتجات المقدمة. وهنا لابد من الاستيفاء بكل الشروط الوردت في بند 8.4.
طيب متطلبات المنتجات والخدمات requirement for the product and services. المتطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات هنا أول بند اللي هو تجاه الخدمات والمنتجات. الكاستمر كوميونيكيشن اللي هي التواصل مع العملاء، والتواصل مع العملاء ضمن معايير قبول العملاء أو ضمن إرضاء العملاء وضمن يعني الاستيفاء بمتطلبات العميل. كوميونيكيشن إذا كاستمر شال انكلود التواصل مع العميل المفترض يشمل لنا أولا providing information relating to the product and services، تزويد العميل دي بالمعلومات ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات. كذلك تكون هنالك استفسارات ومعلومات وتعاقدات تكون واضحة، يعني handling بالنسبة لكل الانفورميشن الانكيرز اند كونتراكت اور ذا اوردرز اند انكلودينج تشينز. لابد من تكون هنالك اجراءات واضحة للتعامل مع الاستفسارات والتعاقدات او التعامل مع الطلبات بما يشمل اي نوع من التغيرات. كذلك obtaining customer feedback relating to the product and services including customer complaints. الحصول على نظام تغذية راجعة مرتدة من العملاء عن المنتجات والخدمات. العملاء حيسألوا من بعض او من بعض المعلومات، حيستفسروا من بعض المعلومات وبالتالي حيدونا رأيهم في بعض المنتجات وبعض الخدمات التي قدمت. فبالتالي هنا إذا كان في أي كومبلين شكاوي هنا نحن حنتلقاها ونضعها في عين الاعتبار وبالتالي حل المشاكل وقبول هذه المقترحات. أيضا ضبط ممتلكات العميل الـ handling and control of customer property. ممتلكات العميل إذا كان أموال أو إذا كان أجهزة أو إذا كان أي نوع من ممتلكات العميل نحن المفترض نحتفظ بها. Establishing specific requirement for the contingency and actions when relevant. ونضع متطلبات محددة لإجراءات الطوارئ عند الحاجة، أي نوع من الطوارئ. Determining of the requirement for the product and services. كذلك بند 8.2.2 نحدد متطلبات المنتجات والخدمات. When determining the requirement for the product and services to be offered to the product and services to the customer, the organization shall ensure that عندما نحدد متطلبات المنتجات والخدمات المقدمة بالنسبة للعميل، المنظمة المفترض تتأكد من تعريف متطلبات المنتجات والخدمات قد تم تحديدها. يعني كل المنتجات والخدمات عندنا تكون عندها معلومات واضحة وتم تعريفها وبالتالي تكون يعني مستوفية لي كل معايير التعريف. Requirement for the product and services are defined including any applicable statutory and regulatory requirement. تعريف متطلبات المنتجات والخدمات قد تم تحديدها وتشمل أي متطلبات قانونية وتنظيمية تنطبق عليها، كذلك تلك التي تعتبر المنظمة ضرورية. كل الأشياء الممكن considered necessary by the organization. And the organization can meet the calls for the product and services it offers. هي قدرة المنظمة على الوفاء بمتطلبات المنتجات والخدمات. بند 8.2.3 review of the requirement for the product and services. مراجعة كل المتطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات. وهنا المنظمة برضو هتضمن إنه عندها القدرة. Organization shall ensure that ability to meet requirements product and services. إنها تضمن إنها القدرة عندها القدرة على الوفاء بمتطلبات المنتجات والخدمات المقدمة وبالتالي المنظمة هتضع إجراءات مراجعة قبل الالتزام بتوريد المنتجات والخدمات للعملاء وتشمل المتطلبات المحددة بواسطة العملاء requirements specified by the customer including the requirement for the delivery and post delivery activities. كل المتطلبات المحددة بواسطة العملاء بما في ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم. A B requirement not stated by the customer but necessary for the specified or the intended use when not. هنا كل المتطلبات التي لم يذكرها أو لم يذكرها العميل ولكنها ضرورية
للاستخدام المحدد أو المقصود إن علم. كذلك متطلبات محددة بواسطة المنظمة specified by the organization. كذلك متطلبات قانونية statutory and regulatory requirement، وأيضا متطلبات العقد والتطبيع contracts، كل الأشياء المتعلقة بالطلبات والأشياء الواردة. فهنا المنظمة هتكون عندها ضمان لأن متطلبات العقد أو أمر التوريد المختلفة عن تلك التي تم تعريفها مسبقا قد تم حلها، يعني أي مشكلة تجاه العقودات الخاصة بتقديم هذه المنتجات. هنقف عند هذا الحد وإن شاء الله لاحقا هنواصل ضمن هذه البنود. السلام عليكم ورحمة الله.